فإذا عرفنا أن الاحتفال بليالي المولد النبوي الشريف يجمع بين تلاوة القرآن الكريم وسماع المدائح النبوي الشريفة وسماع الحديث النبوي الشريف والسنة والسيرة العطرة والشمائل ثم الإطعام والافتراق على ذلك المجلس لأجل أن يلتقي أولئك الأحبة في اليوم الذي يليه طوال الشهر أو بعض الشهر أو نحو ذلك. هذا الأمر هل له تأصيل في كتاب الله؟ نقول نسأل بعضنا البعض، هل هذا الأمر خير أم شر؟ تلاوة القرآن، سماع الحديث النبوي الشريف، سماع المدائح التي تحرك الشوق، الشمائل، درس في السيرة النبوي الشريفة، هل هو خير أم شر؟ لا يقول مسلم أن هذا من شر، والعياذ بالله. يتفق المسلمون كلهم على أن هذا خير. المولى عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فالأمر الرباني بفعل الخير وارد، يدخل ضمنه هذا الاحتفال وغيره من الأمور التي ترضاها الطبيعة السليمة والقلب الطاهر الذي يميز بين الخير والشر.